تدابير استثنائية اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أيام قليلة حماية للبلاد وحفظاً لأمنها، تشمل القرارات إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل المجلس النيابي ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب. هذه التحركات رآها البعض ضربة أفشلت مشروع حركة النهضة في تونس، ومن هنا انهالت ردود فعل كبيرة على ما حدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان أثارت جدلاً كبيراً وحالة من الغضب بين متابعيها بسبب تناقض موقفها بشأن الرئيس التونسي قيس سعيد. كرمان وصفت الرئيس فيما مضى بالمناضل ثم اتهمته بالخيانة. دعونا نرى. في 16 في 16 من سبتمبر عام 2019 وخلال إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس، غردت كرمان قائلة: هناك ألف سبب يدعوني للقول إنني فخورة للغاية بالمرشح التونسي الأوفر حظاً للرئاسة المناضل قيس سعيد. مبروك مجدداً دخولك الجولة الثانية وفوزاً مستحقاً فيها إن شاء الله، أمنياتي لك بالفوز الكبير. وحينما فاز قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية، علقت كرمان في 13 من أكتوبر 2019 قائلة: أنا أهنئ تونس العظيمة بفوز قيس سعيد في انتخابات حرة ونزيهة، لا يسعني إلا أن أقول اللعنة على داعمي الثورات المضادة. وبعد قرارات الرئيس التونسي الأخيرة عقب احتجاجات شعبية جرت في عدة مدن، تغير موقف الناشطة اليمنية رأساً على عقب، فغردت في 25 من يوليو وقالت: الروبوت قيس بن سعيد يجمد البرلمان التونسي ويقيل الحكومة. حين تستمع إلى خطاباته تشعر أنك أمام روبوت تمت صناعته وبرمجته في مصنع رديء للغاية، الحرية لتونس. وهنا لاحق منشور كرمان تعليقات غاضبة أعادت نشر تغريداتها القديمة المؤيدة للرئيس قيس سعيد. فعلقت بالبداية دكتورة نينا وقالت: عندما قرأت تغريدتك رأيت دمية مصممة سيئة الصنع مكلفة بقول ما قلتيه، أتعس ما في الموضوع أنك حاصلة على نوبل للسلام. وعلق فاهم وقال: المهم أن الشعب التونسي يدعم الرئيس، لماذا تغضبين من شعب يختار مصيره بيده؟ ردود الفعل الغاضبة تواصلت أيضا عبر فيسبوك، حيث نشرت كرمان نفس التغريدة. فعلقت مونيا قائلة: استحي من نفسك واسحبي كلامك، ذلك رئيس تونس الخضراء الغالية، وتونس أدرى بشعبها، لن أسمح لك بشتم رئيس الوطن، الرئيس يتحدث باسم الشعب وإرادة الشعب. وقال باسل بن عبيد: نحن شعب حر وقرار الرئيس هو فصل من الدستور التونسي الفصل 80، عاش تونس ولا عزاء للحاقدين. كرمان لم تكتفي بما قالته، بل اتهمت الرئيس التونسي بالخيانة في منشور عبر تويتر في 26 من يوليو، وغردت قائلة: قيس بن سعيد مجرد انقلابي خان بلاده وخان ناخبيه، وما حدث في تونس مجرد ثورة مضادة تنضم إلى مجموعة الثورات المضادة للإطاحة بثورات الربيع العربي ومكتسباتها. وشهد هذا المنشور أيضا سيلا من التعليقات المهاجمة للتوكل كرمان، حساب باسم أبكر غرد وقال: ضايعة في فقه التلون، تجدين الرقص على كل الحبال وتمارسين التناقض حسب معطيات كل مرحلة وظروفها السياسية. أيضا قال وسام: للأسف أختاه، الشعب التونسي يحتفل بهذه القرارات والشعب واعي أنه ليس بانقلاب ولكن تحقيق لمطالب الشعب
لإزالة هذه الشرذمة الصارقة الفاسدة. وتعليقاً على نفس المنشور عبر فيسبوك جاءت ردود الفعل كالتالي: قالت المواطنة التونسية سهام: غير صحيح، هذه متطلبات الشعب، هذا شأن التونسيين ولا شأن لك بهذه الأمور. وعلقت منال أيضاً وقالت: إحنا الشعب التونسي راضي وفرحان ومؤيد لقرارات رئيسه، وإن شاء الله فرحتنا تكتمل بمحاسبة كل من ضر بلادنا وشعبها. توكل كرمان تشغل منصب عضوة في مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك، والمعني أيضاً بمراقبة تنفيذ معايير المنصة ومن بينها حذف المنشورات ذات المحتوى التحريضي. وهنا اتهمت كرمان أيضاً بالقفز على معايير فيسبوك لنشرها محتوى يحرض ضد المتظاهرين في تونس ووصفهم بالانقلابيين.